وسهلا فيكم مشاهدينا. رح نكون وحضراتكم وهذا التقرير عن فعالية مهمة لملتقى الرواد، نتابع سويا. تحت رعاية مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نادي الروابدة وبتنظيم من فريق نشامة ونشميات العمل التطوعي، أقيمت فعاليات ملتقى التميز لرواد العمل التطوعي. احنا كدورنا كمؤسسة مؤسسة الضمان الاجتماعي وعندنا جزء اسمه المسؤولية المجتمعية، تختص بالأمور اللي هي الحالات الإنسانية، أمهات الشهداء، وقفات عز وفخر، وموضوع رعد اقترحناه على عطوفة المدير العام وأبدت موافقة مباشرة عليه، وتم الرعاية من عطوفتها والدعم اللوجستي للملتقى اللي هو الملتقى تميز رواد العمل التطوعي. الهدف من الملتقى، احنا في انتشار كبير في الأردن للمبادرات الشبابية والتطوعية، احنا راح نعمل على تنظيم هاي المبادرات، على تقسيمها لفئات حتى نخدم مجتمعنا الأردني. طبعا بشكر عطوفة نادي الروابدة، مدير عام مؤسسة العام للضمان الاجتماعي، على دعمها ورعايتها لحفلنا اليوم، ولدعمها برضه لأفكارنا كشبابية، ولدعمها برضه للمنصة اللي راح نطلقها بإذن الله. أطلقناها اليوم، راح نجمع 1000 مبادرة شبابية من مختلف محافظات المملكة حتى يتبادلوا الأفكار، يتبادلوا الآراء، حتى نكون بالنهاية كلنا مجتمع متماسك، حتى نوصل بالعمل التطوعي إلى مرحلة كثير متقدمة من الدول العالمية. الملتقى سلط الضوء على المبادرات الشبابية التي تمت في العام الحالي، حيث شارك في هذا الملتقى ما يقارب 1000 فريق تطوعي في معظم محافظات المملكة. جاي أشاركهم من خلال موهبتي ومن خلال أنه أنا بقدم بالأعمال التطوعية كثير، بحب أعمال التطوع، فاليوم جاي عشان أورجي العالم أنه ذوي الإعاقة بيقدر يعمل، وبنفس الوقت ذوي الإعاقة بيقدر يقدم لأخوه المحتاج من ناحية الأعمال التطوعية. أطفالنا وأولادنا عندهم المقدرة على أنهم يحققوا طموحاتهم، وفي المقابل عندنا قصص نجاح عملية، والحقيقة أنه اليوم قدمنا قصص نجاح رائعة مع فريق نشامة أو نشميات العمل التطوعي اللي إحنا اليوم شاركين في هذا الملتقى الخيري، وبالتالي إحنا قدمنا أمثلة رائعة على أولادنا. قدمنا روان الدويك الحافظة لكتاب الله حوالي 13 جزء، قدمنا حمزة بركات وهو عامل في فندق حياة عمان، بالإضافة إلى أنه عامل اشترك في عدة أنشطة رياضية منها الماراثون، وبالتالي إحنا هذه رسالتنا، فبنحاول قدر الإمكان أنه المجتمع يتعرف على متلازمة داون وعلى أنه الإعاقة عمرها ما كانت عائق دون أن يحقق الإنسان طموحه بغض النظر عن كونه متلازمة داون أو إنسان طبيعي. المشاركين في الملتقى أكدوا أن رؤيتهم مرتبطة في القيادة الهاشمية، وهي تفعيل دور الشباب في المجتمع الأردني للوصول إلى مجتمع قادر على البناء والنجاح.